بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي محاضرتنا. هي ترانسفير انفنس. الفنس اللي هي وسيلة من وسائل انتقال الحرارة إلى المحيط بشكل أسرع حتى نتخلص من الحرارة المتولدة داخل الجسم أو موجودة داخل الجسم. نستخدم الفنس أو ما يسمى بالزعانف. أكو أنواع من الفنس. هاي ستريت فين، هذا هو ستريت فين، هذا هو ستريت فين، مرسوم على ستريت فين، وهذا ستريت فين ريكتانجولار بروفايل، وهذا سندريكال تيوب وراديال فين، وهذا هو سندريكال سبين او سيركلر رود فين. تطبيقاته نقدر نشوفها موجوده على فرض، موجوده بالمحولات، موجوده بالكمبرسرز، موجوده بالبامبس وغيرها من التطبيقات اللي او براديتر مال السياره، ايضا تطبيق يعتبر اللي تحاول تتخلص من حرارة الى المحيط الخارجي. داخل الفين اكو كوندكشن، خارج الفين اكو كونفكشن بالليكويد او بالفلويد. اكو كوندكشن وبالتالي ما يسمى هذا نظام كوندكشن كونفكشن سيستم. لناخذ هذا الشكل اللي هو ركتانجلر فين، ناخذ ابعاد مالته ال، ابعاد مالته ال، وهذا هو الزيت، وهذا هو تي، وناخذ إليمنت، ناخذ إليمنت، هذا إليمنت هنا إكس، هنا إكس، وهنا إكس زائد إكس زائد دي إكس. انتقال الحرارة باي كوندكشن، هنا كيو إكس وهنا كيو إكس زائد دي إكس، وهذا هو دي إكس. وانتقال الحرارة باي كونفكشن هو إتش بي دي إكس، البي هو بريمتر المحيط في دي إكس، بي دي إكس يمثل سيرفيس أريا المحيط. هذا هو المحيط، هذا هو المحيط اللي هو يساوي 2 زت زائد تي، هذا بيريمتر اللي يطلق عليه بالمحيط او بيريمتر 2 زت زائد تي. هذا هو المحيط اللي هو هذا بشكل 2 زت، هنا زت، هنا تي، وهنا تي، وهنا زت، وهنا زت، وبالتالي هو 2 زت زائد تي. هذا هو، وبالتالي كونفكشن كيو convection hp dx t minus t infinity. t هي temperature و t infinity هي t bulk، المحيط الخارجي هو t bulk. نفس هذا عندنا مرة ثانية الفيجر، انتقال حرارة by conduction داخل الفن at x و at x زائد dx، هذا by convection، وقلنا البريمتر اللي هو 2 زت زائد تي. اوكي، لازم انرجي اللي داخله بالليفت سايد يساوي انرجي بالرايت سايد زائد انرجي لوست باي كونفكشن. لازم هذا انرجي اللي داخله بالليفت سايد بالجهه اليسرى يساوي انرجي بالاوت سايد بالرايت سايد زائد انرجي لوست باي كونفكشن. بالليفت سايد كيو باي كونفكشن هذا كي اي دي تي باي دي اكس، بالرايت سايد k dt by dx at x زائد dx. او اذا نفتح هذا، نفتح هذا نحصل الترمات minus k dt by dx زائد second derivative dx الى في dx. و by convection نعرفون by convection هو h a t minus t infinity. ال a هي p dx عرفناها بالسلايد السابق، ال A هي P D X، وبالتالي هذه إذن هذني هاي إنرجي الليفت يساوينا شنو مجموع إنرجي بالأوت وإنرجي باي كونفكشن. لاحظ عندناها مرة ثانية، هاي إنرجي بالليفت، إنرجي بالرايت، وباي كونفكشن إنرجي بالرايت الليفت سايد يساوي مجموع الإنرجي بال right side زائد by convection. نقسم على dx، المعادلة نقسم على dx، نحصل المعادلة هذه بعد تبسيط بسيط، نحصل على هذه المعادلة. نفترض فرضية، هذه كلش مهمة لازم تعرفوها انتو، هاي الفرضية لازم تحفظها، الثيتا هو t minus t infinity، وبالتالي نشتق هذه تصير dt by dx او d theta by dx، والمشتقة الثانية مشتقة ثانية d by dx مشتقة ثانية يساوي مشتقة ثانية d theta باي اكس. هذه الفرضية مهمة، الفرضية هاي مهمة
اللي افترضنا ثيتا يساوي تي ماينس تي انفينيتي، ونشتق ثيتا سي دي تي باي دي اكس دي ثيتا باي دي اكس ومشتقه ثانيه ايضا، ونفرض فرضيه اخرى الام تربيع يساوي اتش بي على كي اي. حتى نبسط هاي المعادله، حتى نبسط هاي المعادله نفترض ام تربيع يساوي اتش بي. اذا هاي المعادله تصبح بهذا الشكل بعد التعويض. بعد التعويض المشتقه الثانيه عوضنا عنها، مشتقه ثانيه دي سكوير باي دي اكس سكوير، مشتقه ثانيه لثيتا لاكس، هذا هو هذا التيرم، وهذا التيرم صار عندنا هو ام سكوير ثيتا، هذا التيرم صار عندنا ام سكوير ثيتا. هذه المعادله تحلوها بالدي اوبريتر، بالرياضيات تسمى بالدي اوبريتر هذه المعادله، حتى نكملها نحلها بالدي اوبريتر، وبالتالي حدود ال يعني الناتج مالته الدي اوبريتر مالته هو بلس ماينس 1، نعوض هنا هذا هو دي سكوير ماينس 1 يساوي 0، وبالتالي دي بلس ماينس 1، والروس مالتها معناها بلس 1 ماينس 1. اذا حل هاي المعادله يكون جنرال سوليوشن ثيتا يساوي سي 1 اي 2 ماينس ام اكس زائد سي 2 اي 2 ام اكس. هاي المعادله اللي هي جنرال كويشن لحل المعادله التفاضليه اللي هي معادله سابقه. وخلي بالك الام هو تحت الجذر، الام هو تحت الجذر اتش بي على كي اي، وام تربيع ثانيه اتش بي على كي اي، والثيتا هي تي ماينس تي انفينيتي. اعيدها، قلت هذا انرجي بالليفت سايد وهذا انرجي بالرايت سايد، والكوندكشن بالليفت سايد يساوي مجموع الكوندكشن ويساوي كونفكشن، قسمنا على دي اكس حصلنا على هاي المعادله. هاي المعادله افترضنا فرضيه ثيتا يساوي تي ماينس تي انفينيتي واشتقينا، وافترضنا فرضيه اخرى ام تربيع اتش بي على كي اي، وحصلنا على جنرال سوليوشن، وهذا جنرال سوليوشن تحتاج باوندري كونديشنز حتى نحسب سي 1 ونحسب سي 2. هسه هذه الجنرال كويشن اللي حصلناها بالفنس او بالزعانف فاكو ثلاث حالات، الحاله اللي هي فيري لونج فين، والحاله الثانيه الفين انسليتد، والحاله الثالثه اللي هي فاينايت الفاينايت الطول مالته طول محدود، طول الفين طول محدود. اذا فيري لونج فين فات اكس ايكوال زيرو، التي هي تي نوت، هذا اللي هو البيس تمبرتشر هنا ات اكس زيرو، التي هي تي نوت، وبالتالي تذكرون الثيتا اللي يساوي تي ماينس تي انفينيتي، هذا راح يصير ثيتا نوت نسميها نا تي نوت، تصير ثيتا نوت. ات اكس ايكوال انفينيتي ما طول هو الفن طويل جدا غير محدود، فراح ياخذ درجة حرارة المحيط، راح ياخذ درجة حرارة المحيط، وبالتالي الثيتا اللي هي تي ماينس تي انفينيتي التي راح تصير تي انفينيتي، وبالتالي هذا راح يصير يساوي لنا صفر. هذه الباوندر كونديشنز اعيدها مرة ثانية، اكس ايكوال زيرو بالبيس، الثيتا هي تي نوت، والثيتا هي تي نوت ماينس تي انفينيتي، وتاكس انفينيتي قلنا راح تاخذ درجة حرارة المحيط الخارجي، وعندنا ثيتا هي تي ماينس تي انفينيتي، صارت هنا تي انفينيتي ماينس تي انفينيتي، وهذا يساوي زيرو، حصلنا ثيتا زيرو. نحل جنرال كويشن نحصل على المعادلة، الاشتقاق مالتها ما مطلوب، لكن لازم نعرف انه هذه التمبريتشر بروفايل داخل فين، داخل فين اللي هو فيري لونج فين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية the end of the fin is insulated، insulated معزول حراريا، معزول حراريا معناه ماكو انتقال حرارة، نفترض انتقال الحرارة dT by dx يساوي لنا صفر، تغير درجة حرارة ويا الاكس يساوي صفر بنهاية الفن، أو insulated يسموه فين، insulated فين بالنهاية، أو نسوي insulated tip يسموه انسليتد تب، اللي هو نهاية الفين معزولة حراريا، وبالتالي دي تي باي دي اكس تساوي لنا صفر. هذه باوندر كونديشن الاول، وات اكس ايكوال ال دي تي باي دي اكس يساوي لنا صفر، وبالتالي دي تي باي دي اكس يساوي صفر، وات اكس يساوي زيرو تي يساوي لنا تي نوت، وثيتا يساوي ثيتا نوت. نحل الجنرال اكويشن، هذه نحل الجنرال اكويشن تحلها، وهذا هذه هي باوندر كونديشن الاول، حصلنا على هاي القيم،
وهذا من البوندر كونديشن الثاني حصلنا على القيم يساوي صفر. نحل هاي المعادلات حتى نحصل نحسب سي 1 ونحسب سي 1 وسي 2 ونعوض. اذا هذا هو الحل العام للحالة الثانية انسليتد تب او النهاية مالته معزولة. ثيتا على ثيتا نوت يساوينا كوش ام ال ماينس اكس على كوش ام ال. وخلي بالك الام هو تحت الجذر اتش بي على كي اي. اوكي هذه هي الحالة الثانية. اخذنا الحالة الاولى اللي هو والحالة الثانية اللي هي معزولة والحالة الاخيرة اللي هي فين with finite length طول مالته محدود. هذا الفين طول مالته محدود ان اكس ات اكس ايكوال 0 تي ايكوال تي ما تي ماينس تي نو تي نوت وثيتا ايكوال ثيتا نوت وات اكس ايكوال ال. نشتق الباي كوندكشن يساوي باي كونفكشن. الحل باي كوندكشن يساوي باي كونفكشن. ونعوض بالمعادله العامه للباوندر كونديشن اول الباوندر كونديشن الثاني ونحصل على هاي المعادله اللي هي الحل او الحساب ثيتا لفاينايت لينك اوف فين للزعانف.